السلام عليكم مشاهدين، نتمنى تكونوا مزيانين، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على نبينا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الفيديو نتاع هذا النهار غادي نشارك معكم الكوزينه او المطبخ. نبغي نقول لكم قبل مرحبا بكم في القناه ديالو ديالكم ايمان شانيل، ونبغي نقول لكم اللي ما مشتركش يشترك في القناه باش يوصلوا كاع الجديد اللي عندي في القناه. ونقول لك الا كنتي متتبع ولا متتبع جديد عندي في القناه من المشاهدين الجدد، نبغي نقول لكم ابونيو عندي ودخلوا شوفوا لي فيديو اللي كانوا قبل باش تزيدوا تعرفوا عليا اكثر واكثر وتعرفوا المحتوى اللي كنقدمه لكم في لاشين. نبغي نقول لكم ما تنساوش اشتراك، جيم 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 ديك البصيمه. ونبغي نقول لكم شكرا بزاف على المشاهده. نبداو في الجوله ديالنا. كما كتشوفوا هذه النظره يعني من برا، يعني نظره من برا. الكوزينه عباره على ماشي ال او او، يعني من هنايا كاين البوطاجي غير النص، هذاك من هيه داير ومن هنايا داير. نبدا لكم من هنا بالدخله. مهم ملي كندخلوا هذه هي الباب كما كتشوفوا، هنا كاينه البوطه، البوطه هنايا كما كتشوفوا راني بدلت بزاف يعني هنايا، ولكن ناويه نزيد نبدل. يعني نقدر نقول لكم هذا الفيديو يقدر يكون قبل وبعد، نقدر نبدل بزاف تاع الحوايج. هنا البوطه لتحت، هنايا كاينه غير البوطه ودوك الباس الكبار. هنا البوطه يعني البوطه غاز. بالنسبه هنا هاد الجهه كما كتشوفوا هذه فيها طلع العطور، وهنا لتحت هنايا مثلا كما كنعرفوا حنا في العطور باقي لنا الكرويه كبابه بزاف ديال الحوايج، يعني هذه ما غاديش تقد، هذه ما غاديش تقد. الوغ زدت هادو، كاين وحده الكرويه وحده كبابه وحده ميلونج، هذيك فيها الملح الكبير، هذيك ديما كتكون على يدين، هذه الملح الحرشه. نجيو من هنا للفوق، هنا هنا وحده دايره فيها قهوه، وحده دايره هذه فيها القهوه، هذه فيها اتاي، وهذه فيها السكر الكبير. الفوق وحده فيها سنيده، هذيك دايره فيها الفانيله تاع الحلوه نتاع الكاطو، الحلوه يعني كنشري غير بالكيلو كنديرها، يعني خلاص نتاع العجين كتكون في البيدو الكبير. هذيك تما فيها ملويزه، يعني دوك الشيء نتاع العشوب. بالنسبه نجيو لهاد الجهه، اسمحوا لي، هاد الجهه هنا هادو مثلا اللي كنستعملوهم كنشربوهم يعني دائما، هذا الحرف، هذه حبه البركه، هذا الزعتر، هذا الورد، وهذه الحلبه. الفوق دايره الخماره نتاع الحبوب، هذه الحبوب، هذا فيه شي حاجه طحنتها هنا يمكن ينجبار مدخول، هذا فيها القرنفل، وهذه فيها حبه النجم وداك الشيء. هنايا دايره ديك تاع الميكا ومعلقين الطابليه. المهم هاد الجهه من هنا انا وريتها لكم. نفوتو هنا، هنا دايره الزيت والملحه الرقيقه كما كتشوفوا. هنا غادي نوريكم من تحت الجهه نتاع البوطاجي، عاد غادي نوري الفوق. هنايا المقرش تاع الضو، هاديك الهيها دايره فيها العمايط تاع الشوا والمعلق تاع الخشب، هذا الطاجين يعني دايما بلاصتو تما. هنا معلقه الكاسرونات والمقالي اللي كنستعملهم يعني دائما دائما تستعملوا. هنا المغارف وداك الشيء، ها هما. هنا كيبقى هذاك لافابو كما كتشوفوه. غادي ندورو الجهه اللي ملهيه، لهيه معلقين نتاع الماعن كما كتشوفوا. هذيك البلاصه يعني نورمالمون راه كانت تما السقايه، ولكن تحيدت موديفيات هاد الكوزينه وعلى داك الشيء رجعت هنا وبقات بلاصتها تما. هنا غادي ندوزو، هنا دايره هادي يعني غير من اللي كنغسل كنحط فيها كما كتشوفوا. هنا هادي يعني تاع القهوه واتاي، هادو ديما عامرين يعني ما عمرو ما حيدناهم، ديما يعني يجي شي واحد ولا على غفله بصحاب الدار هكا ولا يبغي اتاي ولا القهوه، هادو ديما عامرين. هنا دايرين هادي تاع العطور كما كتشوفوا، هادي نبغي نخليها هنا. علاش هاد البلاصه تقريبا نصور فيها بزاف، هاد البلاصه هي اللي عندي تاع التصوار، نبغيهم يكونوا على يدي يعني قراب لي، ما نضلش نمشي على الطال الاخرى ونجي هادو دايرين محدا البوطه. وهادو هادو راهم معمرين كيف كيف ما كتشوفوا معمرين. هنا العجانه، هنا المونيكس، نجيو هاد لابارتي هنايا. هنا دايرين هذا الشاجو، كنت نسرجي تليفوني. هنا دايره الكوان تاع القهوه، هنا لتحت شنو سميتو يا ربي ميكرو اوند، وهنا ماشينه تاع القهوه.
هذا كي تكون هنايا نورمالمون. هذه الماكينه تاع القهوه كما كتشوفوا، هنا دايره الشيكولا، لي كابسول، السكر، السكر هذا والسكر سنيده، هذيك نتاع العط، هذيك نتاع التشين حطتها تما، الطحانه الاخرى حتى هي تما، دوك تاع لي كابسول هذه ماشينه تاع البانيني حطتها حتى هي تما، يعني على يديا هادو نبغيهم يكونوا قراب. غادي نوليو ندورو من هنا باش نوريكم واش كاين تحت البوطاج. نجيو منا كما قلت لكم، هذا فيه الاخر كما كتشوفوا، هذا لتحت هنايا الطابي، هذا هنا فيه البوطه، نحلو هذا فيه الصنوات كما كتشوفوا، لي بلاطو الصنوات، هذا فيه الكوكوت، الكاسرونات الكبار، يعني اي حاجه، القدره، الكوكوت الكبيره، يعني اي حاجه كبيره كاينه هنايا. هذا ما غاديش يبغي يتحل، راه فيه مشكله هنا يتلاقى، كما عارفين اليوم البرد الخشب كيتوسع هنا ديما كيتلاقى في ديك البلاصه، ومانيش نبغي نفرص عليه. بالنسبه هنا دايره هذه معلقاها هنا، دايره فيها الحوايج تاع التنظيف، هنايا الحوايج تاع التنظيف، هذه الجهه جايه تحت لافابو فيها حوايج تاع التنظيف، هاد الجهه فيها الطباسه، فيها الصينيه تاع الفطور اللي كنفطروا بها يعني كل نهار، والتحت داير الباسينات، القواطا، السوبيرات اللي تحت دايرينهم. نجيو لهاد الجهه، هاد الجهه قجر فيه كل ما هو يعني معالق فراشط، هذا فيه كل ما هو يعني خاص يعني بالحلوى وداك الشيء، هذه الميزانات، هذا الدراب، هادو تاع لي كيشو وداك لي بتي مادلين، هادو تاع واحد لافارين تاع لي كتحوك وداك الشيء، يعني كل شيء هنا. هذا فيه كل ما هو يعني سرابت، هادو تاع الحلوى، دلاك، يعني كل ما هو نستعملو في التنظيف، من غير هادو اللي كنستعملهم في الماكلة. غادي نجيو لهذا، هذا فيه كل ما هو يعني صوالح تاع الخزين تاع الماكلة، لي بات، سباغيتي، الدراطو، الفرماج، الهيها، العدس، اللوبيا، يعني كل ما هو من غير دوك الطباسي والقصريات الكبار اللي دايرتهم تمايا. تبقى لنا الجهة الفوقانية. بالنسبة لهاجي، هادي كما كتشوفوا هادي كبيره تاع لاوط، هادي يعني لاوط مغطيينها بديك الخشبه كما كتشوفوها، راه الاخر ديالها غادي لبرا. هنا كل ما هو ليمول، يعني اي حاجه تاع ليمول تاع الحلوه، هادي كل ما هو يعني طبق الكيسان، كيسان تاع الدار، يعني لن نستعملهم في الدار، اما تاع الضياف دايرينهم ابار، مخلينهم في البواطات ديال في الكرتونات ديالهم، هادو كل ما هو تاع الدار. نجيو لهاد البلاصه، هادو الطباس الاستعمال اليومي كما كتشوفوا قراب، هنا البرارد وداكشي يعني تاع الدار. تبقى لنا هادي هنايا، هادي فيها كل ما هو يعني طباسه، الهيها هادوك دوك الكبار، دوك باسينات تاع الانوكس، والاخرى نتاع الحديد ومسبوغه، هادو هنا الطباسل، هادو نتاع الدار يعني كيكونوا على يدنا دائما، اما تاع الضياف مخلينهم. ندورو هنا، هاجي كنلقاو هنا الثلاجه، كما كتشوفوا بلاصه الثلاجه هي هاجي. هنا غادي نكون شاركت مع، بالنسبه لهاد السرجم، هاد السرجم كيشوف المراح اللي مفرش حتى هو بالسدادر، هاد السرجم يعني كيدخل غير الهواء باش الكوزينه تكون مهويه، اما هي ما عندها السرجم على برا. هنا غادي نجي الاخير ونقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، انا شاركتها معكم تحت طلب نتاع واحد زوج نتاع المتبعات، كانوا قالوا لي شاركيها معنا، انا شاركتها معكم، ياك بغينا نعرفوا البلاصه اللي كتخدمي فيها تورينا الوصفات، وريتها لكم. نتمنى الفيديو يكون ينال اعجابكم وينال الرضا ديالكم، ونبغي نقول لكم ما تنساوش تابونا، ما تنساوش البصيمه، لايك 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 لايك، انا قلتها لكم ما تنساوش ديروا ابوني، ما تنساوش ديروا بصيمه، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والعائله ديالكم. شكرا بزاف على المشاهده، وخليت لكم لهنا وراحه البال والصحه اهم حاجه.